تبقى نتائجها احسن. نعم، شو رايك كمان نسمع مع مروان الناس ردود فعلهم على الموضوع؟ يا ريت. يلا مروان. احنا عطينا سؤال للناس، هل تعاني من الالم او من انزعاج بسبب الفلات فوت؟ وخليني اقول ان الفلات فوت يعني يمكن هو مرض منتشر جدا، بس يعني نادرا ما حد القى الضوء عليه زي ما احنا عملنا النهارده واتكلمنا فيه بالتفصيل. فخليني اقول لك مثلا جات كومنتس مثلا في ريتاج بتقول طبعا مضر جدا وبيخلي الواحد متعصب جدا، وفي رحمه بتقول ايوه طبعا بيتعبها جدا، وفي احمد فوزي بيقول ان هو عنده فلات فوت من هو صغير، ورغم ان سنه دلوقتي هو 27 سنه الا انه مش تعبان خالص من الحكايه دي، وبيتعامل مع الموضوع عادي جدا وعمره ما حتى فكر ان هو يعالجه. فخلينا نقول ان احنا القينا النهارده الضوء ان في فعلا ليه علاج وليه حاجات بسيطه ممكن تتعمل تخلي الواحد الالم بتاعه يقل ويخلي حالته تتحسن. وفي رامي بيقول ان هو كان طول عمره بيتضايق جدا ان هو عنده فلات فوت وما بيعرفش يتحرك كويس ولا يلعب كوره كويس، لغايه ما الفلات فوت ده خرجه من الجيش، فبقى دلوقتي مبسوط جدا ان هو بالفلات فوت دي، وشايف ان يعني دي كانت حاجه كويسه حصلت له في حياته يعني. ايجابياتها. فخلينا نقول ان النهارده فعلا زي ما احنا متعودين بنحاول ان احنا نلفت نظر الناس لحاجات بسيطه جدا ممكن تتعمل تخلي ان الموضوع ده يبقى حاجه عاديه، وان اي حد عنده الحاله دي ان هو ممكن يتحسن بحاجات بسيطه جدا ممكن يعملها. فبس دي الكومنتس كده اللي قلنا. شكرا لك. اللي في السن السن الصغير ممكن على اللونج ران ممكن يزيد، يعني هو المشاهد اللي قال ان هو بتجيله في يعني ما بيحسش بالام، هو ممكن على اللونج ران ان هو يتعب يعني على المدى البعيد. فلو واحد زي الحاله دي مثلا لو ابتدى ان هو يعملها شويه اكسرسايزز او حاجات كده بسيطه قبل ما يبتدي يخش في مرحله انها متعبه اكتر، لان السن لما بيزيد الالام بتبقى أصعب يعني. فنحاول نريح نفسنا واحنا شباب يعني علشان لما يكبر ما يبقاش تعبان ويضطر يجيلنا بقى وكده. مظبوط 100%. خلينا نبلش بالعلاجات الصغيره تما نوصل للعلاجات الاكبر. اهلا وسهلا فيك دكتور سماح حكيم، نورتينا. وانت طيبه يا اهلا وسهلا. مشاهدينا، من هذا الموضوع الطبي رح نحكي عن الهوس بالمشاهير. اليوم رح نتعرف انا وياكم على حاله مهووس بالفنانه شيرين، شو اسباب هوسه بعد الفاصل.